تكلم بعفوية وبكل حرية، اليوم صوتك مسموع. عبر كي بغيتي. لا الوالد كيدبح الوالد، وكنتعاونوا معاه كاملين. هيدا هادشي اللي كاين، كنتعاونوا كاملين ونتصلخوا معاه، هادشي اللي كاين. كاملين كندبحوا هنا معاه، حتى واحد ما كيدبح لنا، كندبحوا ونسلخوا حنا والاولاد ديالنا، عاود كيعاونونا. شي واحد من الجيران ولا شي حاجه صافي، ماشي زعما شي واحد في الدار ما كاينش كيدبح، ما ماشي ما قدرش زعما قلبي يشيش ولا شي حاجه، ماشي الا داكشي، ماشي ما كنعرفش وصافي. طبيعه هذيك خصو يتعلم بحسن، ما يدخل الراجل يدخلو على مراته باش يذبح، سي با ماشي نورم. فهمتي مسلم خصو يتعلم، خصو يكون عارف يذبح. ما هذيك المشاكل كيوقعوا دابا الاغلبيه ديال الاسر، تصور المراه جالسه محلقه مع راسها، مدخل اجنبي عليها كيشوف له في مراته، راه عيب. حنايا طبيعه اللي كبرنا فيه، اما نتوما هاد الجيل الدنيا هانيه عندكم. صاحب الله عندي رغبه نتعلم، ولكن الوالد كيفضل يجيب قزاق انا كنخرج عليه شي حاجه. احنا كندبحوا بيدنا اختي، كنقولوا بسم الله وندبحوا، كنوجهوا الجهه القبله ونتوكلوا على الله. لا ما كنعرفش، ما مولفش صافي. ودابا انا ندبح ونسلخ، ولادي مدورين معايا، ما يكون ندبح نقول لهم اجيو باش يكونوا حاضرين، وندبح ونسلخ وعلمت ولادي عاوتاهم يدبحوا ويسلخوا. باقي ما كنعرفش ندبح، تنكبر ان شاء الله شي حاجه وديك الساعه نبدا ندبح. ممكن بديت كندخل يدي مع الوالد كنسلخ بها مرات شي حاجه، ودابا باقي ما كنزعمش. وخصهم يبقى يشوفوا الوالدين ديالهم كيفاش كيعملوا وكذا، وما يتعلموا داكشي ساهل، ما فيهش زعما شي حاجه. حسن ما تجيب شي واحد اخر يكون غريب، يكون شبار، يكون بزاف ديال الناس كيعملوا هاد المناظر، يا خويا الشبار كيقبض كيدخل، يقدر يسرقك يقدر كذا، ولا داكشي غريزه ما عندك، ما تعلمش. ما تعلم الراجل مزوج بولادو ما يدبح ما يسلخ، خاصو غير العراس ويمشي يحضر العراس، ما خصوش يدبح، ما يقدر يدبح حتى جداده.